ما تنسوش الاشتراك في قناة كونطوار ميديكال وتفعلوا الجرس وتدعمونا بشي لايك باش ديما يوصلكم الجديد. كونطوار ميديكال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا في الدرس الثاني من سلسلة تعلم ووردبريس. إذن بعد تثبيت ووردبريس نتوجه إلى طابلو بور، وهذا اللي يهم يعني جميع الأدوات التي نقوم بتعديل عليها للحصول على الموقع. أول خطوة هي تثبيت التيم أو التمبلت ديال اللي غنخدمو عليها في الموقع إن شاء الله. بالنسبة للتمبلت يعني أو التيم هو الأساس لأي موقع إلكتروني. إذن نكتفي بالضغط على أبارونس تيم، توجه مباشرة إلى التيم أو التيمات التي تمت تثبيتها بشكل أوتوماتيكي في هذا الووردبريس. إذن بعد الضغط على بيرسوناليزي نتوجه إلى خاصية التعديل على هذا التيم. فمثلا لي زوبسيون ديال التيم بينهم ايدونتيفي لو سيت ومن طون انسيرو اللوغو. تقريبا السيت او الهيكل العام ديال هاد التيم هي على هاد الشكل، بحيث ان كيكون عندنا هنا العنوان وبطبيعة الحال هنا قائمة او سنضيف قائمات. بالنسبة للبلوغ اذا كان الموقع ديالنا يحتوي على بلوغ او لا، او اذا رغبنا في اضافته كذلك هنا لي جادجيت اللي كيكونوا في الكولوم لاتيرال. إذن هنا ومن بين كذلك هنا البيد باج. إذن هاد التيم يعني كيوفر لنا البوسيبيليتي أننا نكليكيو عليه وكذلك نغيرو أي حاجة كنا نغيروها، بين نضيفوها أو بين نحيدوها، فإمكانية تحلينا هاد الإمكانية. كذلك اللي توجهنا بشكل عام، إذن هاد التيم شابيلي، إذن هو التيم الأكتيف أو التيم اللي شغال على هاد الموقع. يعني لي زوبسيون ايدونتيفيون يعني التيتر ديال السيت والسلوغون، دونك شي لان ممكن نختار اي سلوغون اي بوسيبل مي افيشي او با افيشي. بطبيعة الحال الا بغينا نسير واحد ليكون اللي غادي تظهر في بين هاد العلامة ديال الووردبريس يعني ملي غيظهر في الموقع غادي تظهر هاد ليكون هنايا. وبالنسبة لي زوبسيون برانسيبال يعني أو الألوان اللي معتمدة في هذا في هاد التيم ديال الإشارة، فماشي جميع لي تيم عندهم نفس الخاصيات، فكل تيم وحسب الخصوصية ديالو. بطبيعة الحال هاد التيم كيعطينا البوسيبيليتي أننا نشوفو كيفاش غيكون الشكل ديال الموقع إلا اختارينا واحد الطابلات، يعني إلا الطابلات غادي يكون بهذا الشكل. كذلك على الهاتف غيكون فيزيليزاسيون ديالو بهذا الشكل حسب أداة المشغل. إذن ولكن بالنسبة لهاد الكاملين ممكن نغير عليهم أو ممكن نحلت ليهم تغيير، يعني هاد الشي بار ديفو، ولكن يمكن أنني أغير. إذن هذه بصفة عامة للتيم أو تيمات التيم يعني المثبت بشكل مباشر، ولكن هنا غادي نحاولو نشوفو لي تيم ولا كيفاش نقلب على لي تيم لي غادي يكونو اديكوا مع الموقع ديالي. اذا سنقول الى رجوعنا، اذا مجرد ان نكليكو على اجوتي تيم يعني ستظهر لنا هاد الباج او هاد الصفحة اللي فيها العديد من التيمات بشكل يعني بشكل موزع يعني مباشر. وكذلك التيمات كتظهر على انها شكل مقادة يعني موفرة لها جميع الخاصيات او كتظهر بشكل جمالي ديالها. ولكن الاشارة في هذه الجمالية هذه ما يمكن ان نستخرجه او ما يمكن ان نجعله بها التيم كما يظهر، ولكن بهذا الشكل يعني يكفي اننا نضغط على انستالي وغادي يولد عندنا الموقع هكا. فهذا لا يمكن، لان هذاك الشكل يعني كيكون متوفر في التيمات اللي
يعني كنخلصوا عليهم غير المجانية. أما هاد التيمات المجانية فممكن أنك توصل للموقع ديالك على هاد الشكل، يعني بحيث أنك بعد لانستالاسيون دير التعديلات وتضيف الخاصيات، ممكن أنك دير كا أو أحسن. ولكن اللي بغيتي بشكل مباشر يعني بشكل يعني سريع يعني غتقدر تشري تيم برو، يعني كيكون تيم وكيكون تيم برو ديالو يعني الصيغة يعني الفينال. ولكن الأحسن حاجة هو أنك تكون موقع بنيتي أنت، يعني على الأقل هذوك الإضافات تكون عرفتهم، يعني عارف منين جايين، وكذلك عرفت الخاصيات اللي ممكن أنهم يكون. ولكن تبي دير تعديل آخر فممكن أنك تعدل. إذا بصفة عامة فالتيمات كلهم كيبينوا أنهم صالحين لأنهم يتوفر من الموقع، ولكن يجب مراعاة واحد الشيء اللي مهم، فجميع التيمات يعني تم التحميل ديالهم او تمت الفوت ديالهم. بالنسبه لهاد التيم فراه 4 فوت، يعني الناس اللي عطاو تقييم ديال الموقع فكات يعني شي حاجه قليله، دونك حتى التيشارجمون غادي يكون ديالهم قليل. يعني باش نختار ان دي تيم اللي يكون مزيانين خاصو يكون الناس متيشارجو بزاف، يعني الناس حتى عليهم دي فوت بليس وميم طون، وما يكونش فيهم دي يعني يكون فيهم مشاكل. يعني هاد لي تام لي أغلبية فيها كلهم لي تام لي جدادين، يعني الناس تمت البرمجة ديالو، ولكن بحكم أن من الناس مازال متيشارجاتهم أو المطور لم يقوموا بتحميلها أو تجربة هاد لي تام، ف ميمكنش لي نبني الموقع ديالي على واحد تام لي باقي في بيريود دي سي. يعني ممكن أنه يكون مزيان وممكن أنه ميكونش مزيان، ممكن أنه يكون تقيل بزاف في بزاف ديال لي لاكون، سو كيفاه يعني الموقع ديالي غادي يولي تقيل. اذا كيفاش غادي نحمل تام لي مناسب و ميمطون تام لي هذا؟ ممكن نكليك على بوبيلير. هنا كاين دي تام لي يستعملون كثيرا، بحال مثلا هاد التام ديال استرا هو معروف كثيرا خصوصا المواقع اللي كدير الشوب او المواقع اللي غتخدم من الكوميرس. طبعا الحال جينا هنا نشوفو يعني تقريبا شي 5000 فولت، سو كيف يعني العديد من التحميلات بحال هادو 5000 فولت، يعني سو كيف كاين بزاف ديال التعميلات لي ديجا في هاد الموقع. إذا كيعطيني واحد الفيزواليزاسيون سامبل ديال الموقع، هاي الفيزواليزاسيون، وكذلك ممكن نوصل لهاد هاد الشكل بعد التعديل. نشوفو مثلا بلي تام كأوسيون تاهو موقع لي تاهو تام لي كتير الإستعمال، وفيه بزاف ديال الخاصيات بزاف ديال التعديلات، وكذلك هو تام اللي خفيف وكيوفر ليا كيوفر لا ستابيليتي ديال الموقع ديالي. اذا انت هو ملي التام اللي نقدر ندخلو فيه، ممكن ان ندخلو بين الخيارات. كاين التام اللي ستور فرون، يعني تا هو تام اللي يتم تحميله بشكل كتير، خصوصا الناس اللي كتبي دير شوبين او اي كوميرس، يعني تا هو يعني لي اديكوا مع كوميرس. كذلك يمكن من قراءة محتوى او ما يمكن ان يوفره التيم، او ما هي الخصوصية التي يأتي بها هذا التيم. بالنسبة يعني العديد من التيم اللي ممكن نخدم عليهم، فمثلا بين التام اللي ممكن انها كاين هاد التام، يعني تا هو يعني من التام اللي تستعمل ف يعني كيوفر ليا ان بوتيك كوميرس، يعني او اديكوا الي كود فورسومون سيغ لا ريفيرونس سي او. وكذلك يوفر لي الترجمة، يعني هذه مهمة، يعني هذه الخاصية RLT فهي يعني الترجمة، يعني يختار خصوصا اللي بدي الموقع ديالي باللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو يعني اللغة الإنجليزية، فهذا يعني بوسيبل، يعني جو بو تخدويغ هاد لو سيت، وهذه خاصيتي أساسية خصوصا بالنسبة لنا كدولة عربية. يمكن أني أحاول البحث على أن نقدر نغير نغير اللغة ديال الموقع ديالي في أي وقت، أو المستعمل يمكن لي يكسر في التغيير، فذلك هذه يجب مراعاتها كثيرا
وهي خاصية تغيير اللغات يعني left to right، يعني اللغات اللي تكتب من اليمين إلى من اليمين أو من اللغات اللي تكتب من اليسار. إذن هذا موقع تم يعني جيد للتحميل. مثلا إذا أردنا أن نقوم بتحميل هذا الموقع والاشتغال به، يمكن الضغط على انستالي وانتظار الانستالاسيون ديتيل. Donc le thème il est installé. Après l'installation, je clique sur activer. Donc